مرحبا، أهلا وسهلا فيكم في قناة كنار تي في. اليوم في مسار مهنتي، البرنامج اللي بتشوفوه كل يوم خميس الساعة 7 مساء. هذا البرنامج مهتم بالمهن اللي الناس ممكن تستفيد منها. بنحكي مع ناس ذوي خبرة، بحكوا عن كيف بدأوا في هذا المجال أو كيف عادلوا شهاداتهم. موضوع كبير، خاصة للقادمين الجدد دائما عنده خيارين، يا إما بده يعادل شهادته، وهذا طبعا الخيار اللي حاب نحاول نحكي عنه في بعض الأحيان، أو يحاول يدرس شغلة جديدة ويستفيد منها وتكون سهلة له وتعطيه قدرة إنه يدخل سوق العمل. سوق العمل في تحديات كبيرة، في أشياء كثيرة ممكن يقدر يستفيد منها من خبرات الناس الآخرين. اليوم عفوا خليكم معنا على الخط. اليوم عفوا فكرته من احد المستمعين لكن طلع. اليوم حنتحدث عن مهنة جديدة، قد تكون هذه المهنة من المهن اللي الناس كلها تسمع عنها لكن ما بتعرف كيف تدخل هذا المجال. مهنة ليست من المهن الصعبة الدراسة، عشان هيك في طريقة لازم تسوها. باي ذا واي، إذا في حدا عنده أي خبرة بحب إنه يفيد فيها الناس ويستفيد والناس تدعي له، يتواصل معي عشان نقدر نطلع إحنا وياه على حلقة من الحلقات، أو عادل شهادته، مر في موضوع معادلة الشهادة، ممكن برضو يتواصل معنا. اليوم معنا من تورونتو أختنا العزيزة والصديقة السيدة خولة طاها. أهلا وسهلا فيك يا سادة خولة. أهلا فيك دكتور، مساء الخير، أعطيك ألف عافية. الله يعافيك. المشروع اللي أنت بدأتي فيه أو العمل الجديد اللي أنت اخترتيه اللي هو وسيط جامعي، إنك تبحثي للناس عن قبولات جامعية، صحيح؟ صحيح. احكي لنا عن كيف أول شيء بدأت الفكرة عندك، كيف أنت بدأتي تفكري بهذا المشروع؟ هلأ الفكرة، يعني أنا لما أجيت على كندا بال2011، زي كل يعني قادم جديد بجرب، ف يعني أنا تقريبا قبل ما أجي على كندا عندي كان خبرة حوالي 25 سنة، منهم 8-9 سنين كانوا بالجامعة شغلي، وحتى اشتغلت بالمستشفى كان بالإديوكيشن مع المرضى. فموضوع الإديوكيشن دايما يعني هو الهاجز اللي بحياتي، يعني أنا بحس إنه أحسن شيء تقدمه للناس يا تعطيه صحة أو تعطيه تعليم. ف يعني الفترة الطويلة من حياتي العملية قبل ما أجي على كندا كانت مع الطلبة، وكانت مع كمان إديوكيشن المرضى أو تعليم المرضى وتثقيفهم. ف أول شيء عملته لما أجيت كان في إشي اسمه، كنت بدي أعمل لأولادي الـ Saving Plan اللي هو Register Education Saving Plan RESP. فالأخت اللي كانت يعني إجت تشرح لي عن البلان اللي من الجوفرمنت، فشفتني يعني كانت تعمل بالأبليكيشن، فقلت لها خليني أنا أعمل لك إياه. فاستغربت بتقول لي إنه أنتي عملتي قبل هالمرة، قلت لها لا أنا جديدة يعني شهرين إلي بكندا. فقالت لي واو يعني amazing إنه أنتي حسيتك أشطر مني. فقعدت تحكي معي إنه ليش ما تعمل الكورس كتير كويس، وأنا بالمجال هاي إلي فترة طويلة، فلأنه كمان مرتبط بالتعليم فعملت الكورس، امتحنته اللي هو الـ RESP Register Education Saving Plan، وانضميت لشركتين تقريبا 4 سنوات في موضوع الـ RESP. كان الهدف يعني اللي أنا حطيته صراحة مش هدف مادي، أكثر ما إنه أثقف الجالية عنا العربية بموضوع أهمية
مستقبل الأولاد، لأنه كلنا أجينا مشان أولادنا، ومستقبل الأولاد اللي هو التوفير كمان لهم بالمرحلة الجامعية. يعني المدارس عنا مجانية في كندا الكل بيعرف، بس الطالب لما بيوصل المرحلة يخلص المرحلة الثانوية بده يدخل كوليج، بده يدخل يونيفرسيتي، بده يدخل كورس، محتاج لفلوس. حتى يعني لو أخذ أوساب أو اللي هو القرض من الحكومة لازم يرجع هاي القرض. فهو إبلان إنه الأهل كانوا بحطوا مبلغ، ومقابل المبلغ هاي الحكومة يعني بتساعد ب 9200 دولار إن توتال، وكمان المبلغ بتزايد يعني الفوائد تبعته والسيفنج. فكانت هاي أول بداية عملية إلي بكندا. بعدين عملت كده كورس، يعني صراحة أنا ما اتجهت إنه أروح أرجع أدرس بالبداية، بس أنا يعني كثير عندي يعني بحب إنه أتعلم، يعني بحب البحث، لأنه كمان فترة طويلة من شغلي بالجامعة بالمكتبات، علم المكتبات، عندي كمان دبلومة، كان مجالي بقسم الريسيرش الأبحاث، فإنه إذا بدي أوصل لمعلومة لازم أوصل لها. كانت الطريقة زمان بالتسعينات مش زي هلأ طبعاً، هلأ كتب وكتب كتب وريفرنس ومراجع يعني كان موضوعه كتير أصعب من هلأ، بالعكس هلأ يعني الأسهل الحياة من زمان. ف هاي الـ RESP اللي هو Register Education Saving Plan، ممكن يوم نحكي عنه. أنا اليوم حاحكي بصفة عامة شو الأشياء اللي عملتها. يعني الإنسان يعني عفوا أستاذة خولة، هل كانت العائلة، طبعا أنت كأي سيدة موجودة في المجتمع العربي لديك عائلة، عندك أطفال، وأكيد هذا بده يأكل، هذا بده يشرب، هذا بده يروح على السوكر، هذا بده يروح على الهوكي، فالموضوع مش سهل أكيد لامرأة عندها أطفال وعندها هذا. فهل تتوقع أنه وجود العائلة كمان برضو ساعدك على اختيار هذا الباث الجديد اللي هو قد يكون أسهل من غيره؟ أول شيء لأنه كان يعني كان عندي فترة عملية طويلة بحياتي، أنا يعني امرأة عاملة من بداية حياتي، يعني من لما تخرجت وجبت أطفالي، أنا عندي 5 أطفال. لما أجيت ابن الصغير كان عمره 2، فكنت بتذكر إنه لما أخذت الرخصة أخذتها بزمن قياسي وحتى بمعدل عالي، يعني الحمد لله خلال شهر ونص تقريبا درست وامتحنت وجبت 87، فكنت كتير مبسوطة إنه بجيب معدل منيح. لأنه لما أجيت كندا الكل بقول يعني كندا بدك مسيرة طويلة بحياتك، كندا ما فيش، احنا رجعنا من الزيرو. صح رجعنا من الزيرو، بس المجال مفتوح. يعني بتذكر يوم كنت مع بنتي، كانت بصف 10 11 لما جيت في صف 10، فكان عندهم بيجوا كل الشركات انه او الجامعات بعطوهم زي جوب فير يحكوا لهم شو التخصصات اللي لها فيوتشر. فكانت بنتي مختارة تخصص، فاللي كان بيشرح لها بقول لي انه انا لي 20 سنة كنت اي تي، غيرت هلأ من 5 سنين التخصص تبعي لتخصص اخر، فجرافيك ديزاينر حتى. فقلت له يعني قال لي I went back to the school وانه بلشت يعني حياة عملية جديدة. احنا الكونسبت هاي عندنا في بلادنا انه الواحد من لما يتخرج لغاية ما يتقاعد هو بنفس الكارير بنفس المهنة. في كندا لا، يعني في عندنا مجال كبير، ممكن الواحد يرجع يدرس من البداية، ممكن ياخذ كورسات ما تتعداش الأشهر ويبلش حياة العملية. فكان عندي الار اس بي قبل 4 سنوات، في يعني بعرف يعني صديقة لي فقالت لي بدنا نشتغل موضوع الانترناشنال ستودنت،
يب. اخذت ايجنت من الكوليج، هي بتدرس بكوليج، فقالت لي خوله شو رايك؟ قلت لها طبعا يعني اي شيء تعليم انا معه. بلشنا بس ما استمرينا صراحه لانه انشغلت يعني كان عندها شغل ثاني، بس ظلت يعني فكره التعليم لا شفتها انه كثير كويسه. وقعدت يعني في حدا قال لي انه في كورسات بتتاخذ مشان تكوني سيرتيفايد، حاولت اسال حتى يعني اللي قالوا لي في كورس، حاولت اتواصل انه اقول لهم طب شو الكورس بالضبط مشان انه ادرسه. طبعا في ناس ما بتحب يعني بتقول لك نص المعلومه ما بتكملها للاسف، فانا الحمد لله لانه يعني شاطره بعمليه الريسيرش ضليت ابحث من موقع لموقع، اقارن اشوف شو المناسب، ادخل على الكورسات حتى في كورسات بتكون فري مشان اعرف اهميه التعليم بكندا. يعني طلع الموضوع انه معظم الناس اللي بيشتغلوا او غالبيتهم حتى اللي بيشتغلوا as an international student consultant they are not certified. هلا هي يعني في ناس بقول لك انا من الخبره خلاص بمشي اموري، طالب بده يدرس بقدم له هالطلب وذاتس ات. لما توصلت يعني قبل 3 سنين انه وين لازم يعني اروح، بلشت ادرس للكورس، سجلت له اونلاين وكان من ريكويرمنت اللي اعمل ويب سايت، يعني كان لها ريكويرمنت معينه مشان انه تشتغل يعني تعمل الكورس. الكورس هو تعملي ويب سايت، يا كان من الريكويرمنت انه يكون عندي ويب سايت. يا فكمان يعني بتعرف كل شغله انه بدك تمشي على الرولز لانه ما في شيء تو سكيب ذا رولز، وبده يكون عندك ادرس يعني في ريكويرمنت مشان انت تعمل هاي الشغل. فاضطريت انه ينعمل ويب سايت وحتى ادرس انه لازم يكون عندنا ادرس مشان يعرفوا انه يعني انت شخص مؤهل للكورس، لانه الكورس هاي هو لجلوبال ليدر ان انترناشونال ادوكيشن، فانت يعني وان اوف ذا ليدر، فتو بريزنت الليدر اللي حيكونوا موجودين لازم انه تكون شخص يعني موجود فعليا. فبلشت بالكورس، بعدين صار عندي ظروف صحيه توقفت تقريبا سنه ونص. رجعت السنة الماضية بال 2019 قررت انه to go back to the college، قلت بدي ادرس. سجلت business and digital marketing. وانا في الكورس يعني حسيت انه كمان اونلاين استدي، انا يعني كنت حابة انه اوصل لمعلومة جديدة مش انه انا اكون اونلاين. فرجعت مرة تانية قلت لا خليني ارجع للكورس اللي انا قبل 3 سنين كنت يعني اشتغلت عليه ووقفت لظروف. فرجعت ادرس للكورس، طبعا تغيرت الماتيريا تغيرت المعلومات، يعني رجعت درست من البدايه. ومن شهر 12 تقريبا شهر 1 بشهر 4 قلت خلاص انا ام ريدي خليني اقدم على الامتحان. قدمت على الامتحان والحمد لله كمان نجحت، بس ما جبتش 6 جبت 83. ما شاء الله ما شاء الله كويس. اذا هو عباره عن برنامج يدرس اونلاين. يا ومدته تعتمد على انت قديش بتقدر تدرسه. صح، يعني ما في عندك وقت محدد. لا لا هو مفتوح، بس انا اللي لاحظت لانه لما بلشت فيه لما رجعت بعد سنتين تقريبا وشيء لقيت انه الماتيريا والمعلومات كثير تغيرت، فانه حتى هلا لانه صرنا ممبر صرت انا ممبر يعني لايك على طول بضلهم يعطونا معلومات جديده. فعنا سيرتيفاي از كنديان انترناشونال ستودنت كونسلتنت. اوكي طب شو الاوراق المطلوبه للاجتياز هذا الامتحان غير الويب سايت والادرس؟ الويب سايت والادرس وبعدين بتسجل يعني اونلاين. تكلفه التكلفه تقريبا 400
400 بلس 425 دولار سوري لانه اوكي يا بس بال 400 دولار مش اكثر. هاي هي. فانا لما يعني اخذت الكورس وصرت سيرتيفاي وهيك بلشت بالمرحله الثانيه لانه انت اوكي اخذت الكورس وصرت يعني اوكي سيرتيفاي بس انت بتشتغل على جنبين انه يكون عندك كوليدج انت ايجنت الهم وتبلش تجيب الستودنت. فكمان هاي اخذت معي يعني من شهر 4 عمليه مراسلات ومع الجامعات ومع الكليات ومع المدارس. في بعضهم هم صاروا يلاقوني على الويب سايت تبع الاورجنايزيشن اللي احنا تابعين لها. ففي كمان يعني بعض المدارس والكليات هم تواصلوا معي دايركت. فهاي كمان واحدة من الحسنات انه يكون عن طريق الاورجنايزيشن اللي قدمت عندهم. يا لانه لما تصير ممبر فبكون اسمك انه انت سيرتيفاي يعني مش واحد يعني مثلا ممكن تبحث عن انترناشونال ستودنت كونسلتنت بميسيساغا او بكندا بيطلع لك الليست بالناس اللي هم سيرتيفاي. طبعا اخذت من عندي مرحله يعني من شهر 4 بلشت لغاية شهر 10-11 وأنا لسه يعني في عملية مراسلات للجامعات إنه أكون ريبريزنتيف لإلهم أو ممثل لإلهم والكليات. طريقة طويلة والحمد لله بشهر 11 شهر 10 تقريبا 11 عملت أجريمنت مع البورد تبع الإديوكيشن بضم 800 بلس 800 كوليدج يونيفرسيتي سكول بكندا around 39,000 بروجرام هاي بكندا. في كمان بأمريكا 200 كمان سكول كوليدج يونيفرسيتي و more than 120 كورسز وريسنتلي ضافوا كمان بريطانيا معنا. هلا انا از كنديان مش از كنديان لانه كمان بالكورس انت بكون عندك مقارنات ليش التعليم مهم بكندا ليش الطلاب لازم تيجي على كندا. ف يعني كندا من افضل الدول للتعليم لعده اسباب يعني وهاي اللي احنا دائما بنشجع الاهالي او الناس انه يجوا يدرسوا بكندا. حنرجع لهاي النقطه بس بدي اسالك الان عن الحسنات اللي انت شايفاها من دخولك للبورد سيرتيفايد كونسلتنت. ايش اكثر الحسنات وايش في سيئات؟ هل في دفع سنوي؟ هل في هو صراحة في دفع يعني هم قائمين على بيعملوا ايفنتس دائما في عدة يعني كل شهر في مكان في دولة معينة فانت بتروح على هاي الايفنتس. طبعا الايفنتس مكلف جدا بين 5,000-7,000 دولار to attend 2 days. بنعمل في كندا في فانكوفر بنعمل بدبي كل سنة في عدة دول حسب أنت وين وجهتك يعني وين بدك to recruit student. فهاي حسنة طبعا إنه أنت to recruit more student تأمن قبولات للطلبة. سيئات لا بالعكس ما في يعني احنا up to date هلا صار كله كمان اونلاين وفي كورسات يعني وايفنتس بيعملوا لنا اياها اونلاين بالعكس ما في. هلا انا يعني كمان بالشغل تبعي لما بلشت الفكره قلت انا ما بدي بس اعمل ريكروت لستودنت انا يعني فتحت الشركه عندي للانترناشونال ستودنت والاميجريشن سيرفيسز او السيتلمنت ممكن نسميها وحطيت بال يعني تو بارت الشغل تبعي. الجزء الاول انه نجيب طلاب يدرسوا من الخارج كوليدج يونيفرسيتي لانجويج هاي سكول سمر سكول. طبعا للاسف شويه احنا هلا تاخرنا بهالفتره لانه اللي صاير يعني بالعالم مش انه كندا بس الحمد لله هلا بلشت القبولات يعني الكوليج بيبعثوا لنا للطلاب اللي قدمنا لهم.
معظمهم حيبلشوا بنوفمبر بالنسبة للغة وعلى جنوري بالنسبة للكوليدج يعني هاي، وفي بعضهم حتى ممكن يبلشوا أونلاين باك هوم في البلد اللي هم عايشين فيه، لأن الوضع عالمي ما حدا عارف شو اللي صاير. بس إنه الطالب كمان الأخبار الحلوة من إميجريشن كندا من دائرة الهجرة الكندية إنه أي طالب international student درس أونلاين بحق له يقدم على الwork permit إذا كانت الجامعة يعني أو الكلية يعني موافق عليهم كمان من الكندا immigration ومن ال وهم they are eligible إنهم يعطوا الwork permit للطالب. واضح. طيب بالنسبة لهذا الكورس، هل أنتم بتشتغلوا مع كل كندا بما فيها كيبيك ولا كيبيك في لها كورس؟ لا لا مع كلهم، يعني إحنا من مثلا بالنسبة لي أنا سيرتيفاي من لانجوج كندا من البورد التعليمي بالإديوكيشن بورد بكيبيك وكمان بكندا، يعني as an international student لكندا يعني anywhere في أي مقاطعة عند كندا بقدر أعمل قبول للطلبة. أوكي. طيب التحديات الكبرى في يعني من أكبر التحديات اللي هي إيجاد الزبائن. طرق استخدمتيها لإيجاد طلاب عشان تقدر، هل رحتي على فيرز مثلاً في دول عرب؟ هل بتعتمدي على العرب ولا يعني it's open؟ لا هو it's open، بس بالنسبة لي أنا بجوز أكثر العرب بتواصلوا معي. الفكرة اللي أنا قلتها إنه أنا بشغلي إنه كمان فتحت المجال إنه يكون agent تابعين لنا للمكتب لل 365، فأنا كمان I'm hiring أي حد يعني حاب يدخل بهاي المجال. حتى كبداية أنا مش هخليهم مثلا الكورس، أنا عم يطلع مخصص كامل اللي أنا درسته، فبزودهم بالماتيريا مشان يعرفوا شو يعني ماتيريا كاملة. ممكن مرحلة تانية إذا بدهم هم ياخذوا الكورس، يعني مثلا في واحدة بلشت معي قعدنا فترة بعدين أخذت الكورس، هلا شي سيرتيفاي كمان. فبالنسبة للكورس يعني في ناس بقول لك إنه ما بدي أدفع أو ما بدي ألتزم، فأنا كمان عملت يعني زي مانيوال كامل بكل الماتيريال اللي تبعت الكورس ملخصة، بتساعد الايجنت اللي هم بدهم ينضموا او انضموا كمان لنا انه يفهموا شو عن شو بنحكي. هلا ما رحت لسه ولا فير لانه بتعرف مع الكوفيد كل شيء توقف للاسف، وعدنا 3 شهور يعني استل انه مش عارفين شو صاير، بس هلا الحمد لله يعني من اسبوعين بلشت العالم رجعت تتواصل الحمد لله. طبعا استخدمت معظم صراحه من الايجنت اللي بلشوا يشتغلوا من الناس اللي انا بعرفهم، لسه مش قويه كثير بعمليه الدعايه، بس ان شاء الله يعني هو الموضوع بحر، يعني موضوع التعليم صراحه كثير مشوق وحلو. ولما انا يعني از كونسلتنت كمان يعني اي طالب بيجينا عن طريق اي ايجنت بقول له خليه يحكي معي، لانه يعني من واجبي انه انا افهم الطالب شو بده يدرس، لانه مثلا في اهالي كثير بيحكوا معي انا بدي ابني يدرس مهندس، بقول له ممتاز. طب ابنك بعث لي كشف علاماته، مثلا بشوف الريكويرمنت للدراسه تبعته، يعني ممكن ما ينفعش مهندس ممكن ينفع شيء ثاني. فعادة بحب أتواصل كمان بخلي الأهل اللي يوصلوني مباشرة مع الطالب، لأن الطالب هو اللي بدي يجي يدرس مش رغبة الأهل، فبحكي مع الطالب أنت شو حاب تدرس، طيب أعطيني اختيارين ثلاثة شو يعني أنت لو الاختيار الأول أو الثاني أو الثالث، فباخذ وقت كمان مع الطالب بشرح للأهل أهمية التعليم،
في ناس بقول لك انا ابني بدي يجي بس يدرس بك، ما بدي دبلومه، ما بدي كولج، بدي يدرس جامعه. كمان بشوف الوضع المالي للاهل، يعني بسال الاهل انه الجامعه بتكلف هاي المبلغ، الكليه بتكلف هيك. وبعدين اصلا يعني الجامعه حتى الطالب لما بيخلص كولج سنتين بيقدر يكفي كمان بالجامعه، يكمل كمان سنتين وياخذ الباتشلر، والسعر بيكون نص السعر. بدل ما يدفع بالجامعه 30,000 از انترناشونال ستودنت، بيدفع بالكولج 15,000. ومجال يعني الحصول على العمل دائما عندنا بالكولج مطلوب، يعني الطلبة اللي بتخرجوا من الكولج في مهن معينة مطلوبين. معظم الطلبة هلأ كلهم بقول لك أنا بدي بزنس. أوكي، بزنس، إشي تاني غير البزنس. فموضوع الكونسلتيشن إنه أنا أوجههم للباثوي تبعهم صح، وأفتح لهم يعني زي ما بقولوا عينيهم على تخصصات هم كمان ما بيعرفوها، لأنه مثلا إحنا في بلادنا محددة. هذا شيء مهم. يعني بقول لك مهندس، دكتور، صيدلي، يعني خلص انه تخصصات معينه. فهون يعني مثلا انا بكندا عندي 38,000 كورس ممكن الطالب يدخل فيه. كمان موضوع اللانجوج كثير هي معضله بالنسبه للطلبه اللي بيجوا من برا صراحه. ف معظم الطلبة اللي يعني في كثير من الطلبة اللي بتيجي بقول لهم يعني ما يعني دونت بي بانيك، يعني ما تخافوا، ممكن احنا بنسجلكم بالكوليج او بالجامعة بكونديشنال انه تيجوا ان فرونت، بتاخذوا شهرين، شهر، 3 شهور حسب الليفل تبعكم الانجليزي، لانه بدل ما يضلهم يعملوا امتحان الايلتس او او توفل او الامتحانات المطلوبه منهم، لا احنا بنختصر عليهم صراحه وقت وبنختصر عليهم فلوس، لانه كمان لما يكونوا لو باثوي بسموه صح؟ لا فكمان هاي يعني انا بقدر كمان اساعد فيها الطلبه، يعني بقول لهم لا ما يعني مش محتاجين هلا مثلا تعملوا هاي اللانجوج ان فرونت، لا وي كان دو ات. طب استاذ خوله، انت سويتي شركه اسمها 365. يا ايش الخدمات اللي بتقدموها للطالب من A to Z؟ يعني الخدمات هل هي جامعيه، هل هي سمر كورسز، سمر كامبس، واحد بيبعت ابنه مثلا صف عاشر يدرسون لغه انجليزيه، هل بتامنوا له السكن، بتامنوا له الباص من المطار للبيت، شو الامور هلا بالنسبه يعني احنا بنبلش مع الطلبه من المرحله الثانويه. احنا المرحله الثانويه بكندا بتبلش من جريد 9 معظم، يعني في اونتاريو عاده. فجريد 9 10 11 12 بيقدر الطالب يجي يدرس لوحده في سكن داخلي بيكون مؤمن له، يعني انا عامله اجريمنت مع كذا مدرسه في بلندن اونتاريو، في بنياجرا، في بتورنتو، يعني بعدة مدارس. فممكن الطالب يجي بميسيساغا، بيجي الطالب بيدرس هون المرحلة الثانوية، ببلش من جريد، حتى في طلاب بيجوا جريد 11 أو 12. فموضوع التأمين يعني الدراسة بتبلش أنا عندي من المرحلة الثانوية. حتى بالمرحلة الثانوية في طلاب مثلاً بيقدر يدرسوا أونلاين هاي سكول. أنا عاملة agreement مع بيالت، واحدة هو من ال it's number one school بأونتاريو الرانك تبعها as a as private international school للهاي سكول. فكمان الطالب اللي مثلا أهله خايفين عليه ممكن إنه يعمل grade 11 12 ببلده، بيحصل على الثانوية الكندية من أونتاريو، ولما يكون عنده الثانوية بإمكانه يجي يكمل دراسة هون إذا أهله خايفين يودوه. في أهالي كتير بتقول لا أنا بودي ابني إذا في سكن. وعادة يعني أنا كنت بدي أعمل سمر كامب، يعني رحت على نفس المدرسة صورت بالمدرسة مشان الأهل يعرفوا يعني أولادهم وين رايحين، يعني أنا كأم بدي أودي أولادي بدي أطمئن عليهم.
مزبوط صحيح معك. فهاي بالمرحلة الثانوية اللي بنحكي عنها. في عندك بعد الثانوية اللي بده يدرس كوليج 2 years مع كوب مثلاً 1 year هاي 3 سنوات، اللي بده يدرس جامعة 4 years كمان بنقدر نأمن له الدراسة، اللي بدهم يدرسوا مثلاً ماستر نقدر 1 year course أو هاي دبلوما كمان بنقدر نأمن لهم دراسة. فعندنا هاي سكول، عندنا كوليج، عندنا يونيفرسيتي، عندنا كورسز، عندنا شورت حتى كورسز اذا حدا بده يجي كورس معين ممكن كمان نجيبه. يعني تقريبا من الف الى ياء بكل شيء الا البي اتش دي، يعني البي اتش دي صعب لانه لها متطلبات كثيره. فانا بيجيني ناس مثلا بدهم يقدموا على دكتوراه، بقول لهم اذا عندكم حدا انتم تواصلوا دايركت مع يعني الجامعات مع البروفيسورز لانه يعني الريكويرمنت تبعها عاليه، او تعالوا سنه بكندا وبعدين انتم شوفوا كيف ممكن تعملوا يعني not more than one year اذا عندهم ماستر. واضح. طيب كنت انت بدك تحكي عن حسنات دراسه في كندا، انا وقفتك شويه لانه حبينا نخليها للاخير. الان شو الحسنات بس تعكس السلبيات او الصعوبات اللي موجوده في الدراسه في كندا؟ هلا الحسنات بتعرف انه كندا بلد امنه مقارنه مع الدول الاجنبيه الثانيه، يعني درجه الامان عاليه جدا، ما فيش فيها تمييز عنصري، فيش فيها تفرقه عنصريه، في قانون بيحكم الكل، الناس كلها يعني متساويه. فهاي بالنسبة للفقرة الأولى، مستوى التعليم الجامعي أو في كندا من أعلى المستويات الجامعية في العالم، يعني مثلا عندنا جامعة تورونتو رقم 3 على العالم، في كتير كليات وجامعات يعني ليفل التعليم عالي جدا. فالأهل لما بودوا ابنهم يعني الدراسة بكندا مش بيزنس، في دول تعطيك الشهادة لأنه يعني نوع من التجارة التعليم، بس بكندا لا، ما في تجارة بالتعليم. الطالب اللي بتخرج من كندا بده يكون يعني بطلع يعني فاهم، بطلع بدخل بسوق العمل وهو على أرض صلبة يعني. والبرامج الموجودة التعليمية بكندا يعني زي ما بقوله up to date، يعني على طول في برامج تعليمية، في future للطالب إنه يدرس. هاي بالنسبة للتعليم. تكلفة التعليم أقل إذا بنقارنها بالدول مثلا باستراليا، بأمريكا، ببريطانيا، بنيوزيلندا I think. يعني كندا من أقل الدول تكلفة بالتعليم، وخصوصا كمان هلأ إنه الدولار الكندي سعر أقل من الأمريكي، فكمان هاي بتفرق بالنسبة للعملة. هاي بالنسبة لتكلفة الدراسة. الحسنة كمان الممتازة واللي هي مش موجودة بهاي الدول إنه الطالب ممكن يدرس سنة، يشتغل سنة ويقدم على الورك بيرمت على البي آر، على البيرمننت ريزيدنت. فهاي الفاسيليتي مش موجوده بالدول الثانيه انه الطالب يدرس سنه ويشتغل سنه وبعدين يقدم على البيرمننت ريزيدنت. فهاي كمان شورت كات للطالب انه بيجي بيدرس بدل ما يقعد من الزيرو، لا اجى درس اشتغل واستفاد من الوقت وخلص انه بعدين بيقدم على البيرمننت ريزيدنت اللي هي الهجره مختصر. الهجره لك الهجرة القانونية. نعم. لأنها بتعطي يعني more scores لما بده يقدم على الهجرة. واضح. طيب هل هناك في سيئات نحكي أو سلبيات للدراسة عن كندا مثلا مقارنة بدول أخرى أوروبية أو أمريكا؟ هل لازم نقارن عن أمريكا أو هو مش سلبيات أنا بعتبرها، يعني الطالب لما بيجي على بلد جديد اللي هو الكلتشر شوك مرات انه بعيد عن اهله،
في كل مكان يمكن. في كل مكان، فأنا ما بعتبرها بالعكس سلبية. ممكن برودة الجو، لأنه في ناس مش متعودة على الجو البارد، فالطالب حتى يعني لما بده يجي بنقول لا ما تشتري ملابس من البلد اللي أنت عايش فيه، خصوصا اللي بالخليج أو بدولنا العربية، لأنه درجة الحرارة تختلف نهائي هون. فأنا حتى دائما الكل بنصحهم، حتى الإيميجرانت اللي بيجوا بقولهم ما تشتروا ملابس، ما تشتروا أحذية، ما يعني إنه تعالوا كندا كل شيء متوفر، لأنه عندنا مواصفات معينة للملابس في كندا. يعني الجاكيت مثلا ممكن تاخده ماينس 30 ماينس 45 يتحمل درجة الحرارة والبرودة، الشوز كمان نفس الشيء، يكون مؤهل يعني مجهز للثلج، في فرزات مشان ما يزحلقش الطالب. فهاي يعني شغلات يعني بيقدروا عليها، يغطي راسه من البرد، يلبس جلاس. يعني ممكن هي هاي الصعوبة في البداية، إنه يستصعبوا موضوع التأقلم مع الجو بعيدين عن أهلهم. بحاول دائما أخلي يعني بشوف الأهل شو بدهم. في ناس بقول لك أنا بدي كيبك، لأنه خصوصا بلاد المغرب بحبوا إنه يروح على كيبك مشان اللغة الفرنسية أسهل لهم. وفي ناس بتحب تيجي على أونتاريو، بحبوا مثلا بقولوا بدنا تورونتو، بدنا ميسيساغا، بدنا لندن أونتاريو. في ناس يعني صاروا بيعرفوا بالمدن عنا حلو، يعني مشان الأكل الحلال مثلا، اللي بدهم يأكلوا أكل حلال أو الأكل العربي. كمان الكالتشر، يعني يوم واحدة بدها تيجي من السعودية بتسألني، عندنا ثلاث خيارات، بتقول لي مثلا وين أروح، عطتني نياجرا فولز، برامتون، ميسيساغا، أوكفيل. فقلت لها بيعتمد إنه شو بدك. فكل شيء يعني أنا كمان هاي الأشياء، يعني حتى الستلمنت لازم إنه أشوف كل واحد شو قدراته، شو هو بده. يعني بده جو مثلا عربي بحت، بده جو أجنبي، بده حسب اللغة. فهاي يعني بناخدها بعين قبل ما نبلش، بالإضافة للتكلفة المالية بين المدن، غير التكلفة. قبل ما أبلش أنا بالأبليكيشن وأقدم للطالب، ما بدي إنه مثلا يجي يقول لا أنا كنت بدي مثلا مكان رخيص، أو كنت بدي مكان فيه كله يعني عرب وأشوف عرب فكل واحد حسب ما هو حاب يجي وحسب قدرته بوجهه. واضح. أستاذ محمد بيحكي خولة شخصية مبدعة مثابرة مخلصة في عملها، ومثال للمتطوعين جميعا رجال والنساء، نهنئ كل من تعملين معه، ربنا يوفقك، تستحقين كل نجاح، ونحتاج كجالية عربية وجودك بيننا. تسلم، شكرا على دعمكم دائما. يعني أكيد أكيد. طيب حكينا كيف بده يوصل الطالب، او يعني هلا في واحد سمع عن خولة بده يوصل لها، كيف بده يوصل لها؟ كيف شو الويب سايت تبعك وشو الموقع تبعك، وكيف بقدر يستفسر عن الموضوعات هاي؟ هلا انا الويب سايت في مرحله منعدل فيه شويه، بس عاده انا بعطي الواتساب، رقمي الواتساب. وصراحه انا بحاول انه اتواصل دايركت، يعني بعطي دائما كونسلتيشن فري مشان الطالب يعرف شو بده، يعني مشان يكون تواصل مباشر مع الطالب. فهاي النقطة إنه ممكن يعني إنه بنحط رقم تليفوني في المرحلة الحالية، وأنا أي وقت يعني حد بيبعث لي مسج بتواصل معه. يعطيك العافية. وبتذكر إنه تفضلي. يا أوكي ثانك يو. بتذكر انه اسم الشركة 365 365، يعني على مدار السنة ان شاء الله. ان شاء الله عندهم خدمات جامعية، خدمات كوليج، خدمات كورسات، خدمات سمر كامب، وينتر كامب، تدريب لغة، وطبعا قبولات جامعية. الحكي اللي حكينا عنه هي كيف انك تقدر بمسارك كمهنة جديدة انك تختار هذا المسار. زي ما فهمنا من الأستاذ خولة، دراسته ليست بالمعقدة أو الصعبة، وجودك وجودك في الكوليدج مبالغ مش كبيرة، لكن المشكلة طبعا how to market yourself،
وهاو تو ادفرتايز يور سيلف. انا بدي اسال الاستاذه خوله في النهايه اذا عندها اي شيء افادتنا كثيرا اليوم، اذا عندها شيء ما سالنا عنه وحابه تضيفه تفضلي استاذه خوله. شكرا كثير. يعني هلا الموضوع التعليم عن جد زي ما قلت لك بحر دكتور، وانا اي حد حاب يتواصل معي سواء بده يدرس او بده يشتغل او ينضم للفريق نشتغل كلنا كفريق بالموضوع الانترناشونال ستودنت، انا موجوده. يعني دائما بحب انه الفائده تعم على الجميع، يعني وايد واحده ما بتسقفش، فاذا كنا تيم ان شاء الله نشتغل من يعني مع بعض كمان كلنا بنكبر مع بعض. أي حد بده يتواصل معي بقدر يتصل على رقمي 416-464-6998، وممكن يتواصل عن طريق الإيميل info@365cesi.com. عيد الإيميل معلش. info@365cesi.com اللي هو كندا education service immigration. شكرا كثيرا لك، يعني معلومات جدا مهمه للاشخاص اللي حابين يدخلوا هذا المجال. again زي ما حكينا الأستاذة يعني خولة، أي حد حاب يدخل بهالمجال يتواصل معي، أنا يعني بكون كتير مبسوطة إنه أفيدهم بأي معلومة. شكرا لك كتير، دائما سباقة للخير يا أستاذة خولة. بنحكي باسم كنار تي في، بنشكرك شكر جزير. صوت العرب من كندا دائما هو صوتكم ويحييكم جميعا، ونشكرك باسم جميع المشاهدين اللي حضروا هاي الحلقة، وبنذكركم بحلقات اليوم مساء. اليوم إن شاء الله حيكون لنا حلقة عن الحجامة الساعة 9 مساء، يعني بعد حوالي ساعة وربع، فكونوا معنا وإن شاء الله نراكم على ألف خير. يلا مع السلامة.